لئيمة مو لئيمة، أنا زعلت على كنتكم. وأنا كمان. والأستاذ سامي بيكون زعلان كتير. صفاء؟ نعم. أنت بتحبيش شي لابن عمي سامي؟ ليش؟ لأنك طول الوقت بتضلك عم تحكي عنه. لا يعني، بس بصراحة هو عنده حياة كتير حلوة، عنده سيارة وعنده محل وزنجيل. تعرفي شو؟ أنا ما رح أتزوج واحد فقير لو شو ما صار. سلام. مرحبا. الحقيقة كنت مارق من هون وصدفت طلعتي على طلعتكم. بالله شو هالصدفة الحلوة. يلا اطلعوا معي خليني وصلكم بطريقي. ما في داعي. شبكي بدك تركبي بالباص؟ يلا طلعي خليه يوصلنا بطريقه. يلا سوزان يلا. إيه حدا منكم يقعد جنبي؟ هيك بيفكروني شوفيركم.